ابراهيم ابو الورد ابراهيم هذا عندك اللي في الكل عندي؟ اللي عندي يروح يا خاير. ولك ما خلى مربوطات قاعد تقول له خلى مربوطات. هذا يهد عليها الطير؟ يهد. ايوه شوف. كم ايش تحضير امبارح؟ بس الطير سلس تحسه عريض. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في بادية ريف حلب الجنوبي. في كل عام من هذا الوقت نخرج بما يسمى المقناص. طبعا أغلب الناس المتواجدة من جميع العشائر أهل القنيص يعني مثل ما يقول تخرج في هذا التوقيت للمقناص. هو عبارة عن صيد طيور المهاجرة من أوروبا إلى الجنوب. طبعا هذه عادة يعني أجدادنا وآبائنا ومتوارثينها عبر الأجيال. هي عادة طيبة وكويسة وتعلم القوانيس الشهامة والمروءة وكل العادات الطيبة. والله يوفق إن شاء الله الجميع.